مساء الفل، مساء الجمال، مساء الخير على كل ست بيت قاعدة متابعينا ومتابعة برامجنا في قناتنا قناة ست البيت، وخصيصا إن شاء الله يا رب تكوني متابعة حلقتي في خمس مقادير وبس. آرائك مقترحاتك أفكارك ياريت نتواصل كده مع بعض على صفحتنا على الفيسبوك أو على الويب سايت بتاع القناة أو على صفحتي الشخصية على الفيسبوك إيناس الهواري خمس مقادير وبس. أنا بقول الأكلة بتاعتي من وجهة نظري أنا، بس كل ست بيت طبعا ليها تركها في المطبخ أو تركتها يعني في المطبخ بتاعها. كل ست بيت ليها زيادات وليها الحاجات اللي بتحبها وليها الحاجات اللي ما بتحبهاش. النهاردة مفيش حد ما بيحبش المكرونة، هنعمل نوع من أنواع المكرونة. أنا جايبة النهاردة مكرونة فيتوتشيني اللي هي العريضة شوية عن السباجيتي. السباجيتي مش هتقول لأ، مكرونة أقلام مش هتقول لأ، بس هي مكرونة حلوة قوي يعني قوي. معايا مكرونه فيتوتشيني هنعملها بالجمبري وصوص الريحان. احنا اللي هنعمل صوص الريحان النهارده او الباستو هنعمله هنا في بيتنا. لا هتقولي بقى اصل الطلاينا بيعملوه مش عارفه ازاي، ولا ننزل ناكل في مطعم عامل ازاي. هنعمل كل حاجه في بيتنا وفي مقاديرنا. فلفل اخضر، ليمون، ريحان اخضر من جنينتنا اللي هنا بتاعتنا بتاعت المطبخ، وعندي كام جمبريايه كده اللي هطعم بيها بس المكرونه، وكيس او نص كيس مكرونه فيتوتشيني. اول حاجه هعملها انا غاليه الميه، يعني اصل سلق المكرونه ما فيهوش شرح يعني، فغاليه الميه. كل اللي هعمله بس هسلق المكرونه واحنا بنتكلم كده. هسلق شويه كده واديها تقليبه بسيطه قوي، وسنه زيت بسيطه عشان بس ما تلزقش مني. لو انتي ما تحطيش زيت وطلعتيها في ميه بارده على طول عمري ما المكرونه تلزق يعني او تمسك في بعض. ادي كده المكرونه، وهبتدي هنشوف ازاي هنحضر الصوص بتاع الباستو. صوص الباستو او صوص الريحان اللي انا هعمل بيه المكرونه النهارده، هقطع بس الفلفل كده. لو فلفل حامي ممكن طبعا للناس اللي بيحبوا السبايسي. ايه رايكم قبل ما نكمل الصوص كمان انا ممكن اشوح الجمبري، عشان يعني الاكله دي انا عاملاها مثلا لسه جايه من شغلها وما عندهاش وقت ان هي تعمل اكل، سلقت مكرونه. كل الناس بيستسهلوا قوي قصه المكرونه يعني، سلقت بس المكرونه، عندها حته جمبري، عندها حته فراخ، ممكن كمان بالصوص ده تعمل مكرونه بالفراخ. فانا عاملاها خصيصا للست يعني اللي ما بتلحقش تعمل اكل، فكرت كده ناس جالها جولها على العشاء مفاجاه وهي مش عامله حسابها، فتعمل بس حاجه بسيطه قوي كده، فما تبقاش واخده اكل زي ما هي. وما تبقاش واخده اكل ازاي، ما تبقاش واخده وقت يعني زي ما هي مش واخده امكانيات او مش واخده مقادير كتير. اي تقطيعه كده كده انا هفرمه في الكبه يعني. هنزل على طول الجمبري، الجمبري هحط عليه سنة كمون بسيطة، وسنة ثوم بودرة بسيطة قوي، دي التوابل كلها، ومش هحط ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه على الجمبري. انا عايزه بس ايه اشوحه تشويحه بسيطه كده ياخد اللون ده. كده تمام، ونشوف هكمل ازاي الصوص بتاع الريحان او صلصة الريحان اللي هنعمل بيها المكرونة. هحط الفلفل الاخضر، وهحط شوية ريحان، شوية عيدان ريحان كده، عايزة ريحان طعمه يبان في المكرونة دي. بصوا ريحان اخضر وجميل يعني ريحته حلوه حتى من قبل ما يتحط في الاكل يعني. اقلب هنا كمان كده وانا معديه،
جمبري ما بياخدش سوا خالص ومش عايزاه ينشف مني على النار. لو سلقتيه كمان ممكن، انا شوحته يعني في زيت زيتون، انتي ممكن لو عايزه تسلقيه بس كده في ميه وكمون وورق لورا وسنه برتقان او ليمون، هي يعني. احط شويه زيت زيتون على الريحان والفلفل، واحط هنا شويه ملح كويسين، فين الفلفل الاسود مع سنه فلفل اسود، وعندي المقدار الخامس الليمون، انا هحط شويه كده على الجمبري. وهاخد عصر ليمونه كمان على الصوص او الصلصه بتاعه الريحان اللي احنا عاملينها. اغسل ايدي بس. وهبتدي اضرب الصوص بتاع الريحان، بس نشف ايدينا كده عشان الكهرباء. انا كده خلصت الصوص بتاع الريحان، بص لونه حلو ازاي يعني. وهطفي على الجمبري، هو تقريبا خلاص كده استوى. وابتدي اشوف المكرونه، وكده هيبقى طبقنا جاهز، بس احنا ممكن نلم شويه من حوالينا الحاجات دي. ننظف بس كده، وهبتدي على طول شوكه دي بتاعت الجمبري، نجيب شوكه تانيه كده نشوف المكرونه. انا من الناس اللي بيحبوا المكرونه تبقى شويه ناشفه، ما بحبهاش كامله السوى يعني، منها عشان ما تبقاش النشا بتاعها كله طلع فما تتخنش، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو، كسره المكرونه كده بيبقى طعمها حلو قوي. هبتدي اجيب الحلة على طول اللي هشتغل فيها، هنزل الصوص اللي انا عملته، كان عبارة عن ريحان وفلفل اخضر وعصير ليمونة وشوية ملح وفلفل، ده كتير، احنا ممكن نطلع شوية صغيرين كده. تقريبا كده كويس، اعلي بس النار هنا. وهنزل على طول بشوية مكرونة، انا ما بحبش اصفي المكرونة من ميتها، لو هصفي المكرونة وهسيبها شوية تبرد، المية دي انا بستخدمها في اي صوص تاني. اخد المكرونة على طول كده وهنزل بيها في الصوص،
يعني ريحه الصوص حلوه قوي، او ريحه صلصه الريحان اللي احنا عاملينها حلوه جدا جدا يعني، واللون كمان تحفه. العين بتاكل قبل ما البق بيدوق، يعني دايما حاولي تخلي في اكلاتك كده لون يشد النظر شويه، يفتح النفس شويه على الاكل، صدقيني بتفرق كتير جدا جدا. هي مش هتاخد غير غلوة بسيطة بس كده تتطعم بالصوص بتاع الريحان بتاعها. وهجيب الطبق على طول ونشوف هتتقدم ازاي. عايزين نحط الجمبري على المكرونة على طول ممكن نحطه، عايزين نحط لوحده من فوق على وش المكرونة كده طبعا ممكن. يعني انا هاخد مثلا هنا جمبريتين ثلاثة كده بالصوص بتاعهم اللي هو كان عبارة عن ليمون وكمون. كده تقريبا تمام، ولا هي حاجة تفتح النفس، ريحتها حلوة جدا شكلها حلو جدا. انا عاشقة للمكرونات بس بخاف من التخن يعني، بس باكل ولا يهمني، باكل كل حاجة وبسمي كده بسم الله وباكل كل حاجة براحتي، بس ما باكلش متأخر يعني، ما بحبش اكل متأخر، ودي لكل ست بيتهيألي يعني عشان العوامات ما تزيدش ونرجع نكرش ونقعد على الكنبة ونقول طب بناكل ليه ونرجع نضطر نعمل دايت. فبقولك ما تعمليش دايت، ما تعمليش اي حاجة. ادي المكرونة كلي كل اللي نفسك فيه بس كلي باعتدال. يا سلام يا سلام يا سلام. كده وباقي الجمبري ممكن نحط ايه كده مثلا وكده كده كمان، ونحط ورقة ريحان مثلا عشان يعني ندلع كده اكلتنا. وادي اول طبق من وصفاتي النهاردة، مكرونة فيتوتشيني بالجمبري وصوص ريحان. هسيبك فاصل صغير قوي، يا رب كده ايه يبقى عندك المقادير دي في البيت وتجربي تعمليها من الخمس المقادير اللي احنا عملنا بيهم طبق الفيتوتشيني. مستنياكي بعد الفاصل عشان نكمل سفرتنا اللطيفة اللذيذة الشيك اللي طعمها مش هتلاقيه من اي حتة تانية غير خمس مقاديره بس. يلا مستنياكي بعد الفاصل.